وكلنا أمل في خروجها بقرارات هامة تلبي تطلعات شعوبنا العربي. لقد حجزت لك زكركة كركزة كرزقت طنطن كرزقت طنطن شعوبنا العربي كزكركة كركزة في سبيل تحضير قمتنا هذه وعامله الدؤوب وعامله الدؤوب كرزقت طنطن مليئة بالرهانات ذكرت طنطن طينا مع مقتضياتها ولعل الخط ولعل الخط والجهود المقدر والجهود المقدر والجهود المقدر الذي بلدته الذي بلدته ينهر اسود وما ستصفر عنها عن وما ستصفر عنها عن كزكركة كركزة سيمكننا من تحقيق الطفأ هو بالعربي؟ اه بالعربي انا ثقافتي ألمانية ثقافتك ايه؟ ألمانية التي نناشدها جميعا التي نناشدها جميعا ألمانية؟ يس جيف مي همبرجر وتستجيب للتطلعات وتستجيب للتطلعات وتواصل الحصار الجائر الجائر كرزقت طنطن كرزقت طنطن ذكرت طنطن طينا وأمام هذا الوضع يتواجب علينا يتواجب علينا الجمع المؤنث السالم بتاع الزنكره يبقى ذكرت طرطر ولا ايه؟ واقامه الدوله المستقله واقامه الدوله المستقله ذكرت طنطن ركزت طنطن هما اتنين بني قلب الدماغ الجمع المؤنث السالم بتاع الزنكره يبقى ذكرت طرطر ولا ايه؟ ايه الكلمه المنيله ب60 نيله دي؟ ايه الكلام ده؟ انت مش مكسوف من الكلمه دي مكسوس على الجواب ده ولا ايه؟ انت مش مكسوف من نفسك ايوه السيد الرئيس ايوه السيد الرئيس ان ذكرت ويطيل امد امد ويطيل امد امد الصراع الدائم وما وهو ما ظلت وما وهو ما ظلت انت مش مكسوف يا سلطان مش عارف تقرا الجواب الذي سيتعزز اندهلك اخوك الصغير اقرا لك الجواب تعال يا عاطف تعال يا عاطف اقرا لاخوك الكبير الجواب يا عاطف تعال يا حبيبي اقرا له الجواب يتبعه في حل نزاعات مماثلة نزاعات مماثلة ايوه هم اثنين صح برافو اثنين وشكرا على حسن اسخائكم Oh,